اكيد اللوحه هي بتعكس الحاله اللي نحن بنعيش فيها. بيقولوا انه الفن هو كتابه لا شعوريه للتاريخ، والشباب هون يعني منجزين اعمال كثير جميله غايه بالروعه. طبعا بتتنوع بين تعبيري وتجريدي، في تصوير ضوئي، يعني متنوع الاعمال وجميله كثير، وفعلا بتعبر عن هاي المرحله. موضوع العمل بيحكي عن عجله الموت والحياه، كان انه دائما ما بعد الموت حياه، دائما في حاله من الصراع. نحن هلا هي ما لها حاله موت بمعنى الموت الحقيقي، الموت هو مرحله بنمرق فيها وبنعبر بنرجع بنكمل حياتنا من اول وجديد، ممكن نفسيا ممكن باشكال صغير يصير معنا، بنحس نحن انه نحن وصلنا للموت بس بعده بنشد على حالنا وبنكمل نتابع حياتنا، دائما في استمرار. بعرف كيف اخترت الالوان الازرق والبنفسجي والرمادي وطلعت معي هي اللوحه بورتري. يعني انا دائما بحس انه انا حابه ارسم بورتري، دائما بيطلع معي الوان مختلفه، فهي اللحظه طلع معي هذا الشيء.